ورجعنا من جديد مستمعينا ومكملين انستا ستارو حاليا كالعادة في الفقرة اللي اكيد كلكم تعرفوها وحنعرف ضيفنا عليها، هي فقرة من انا. طبعا محمد في هذه الفقرة حنعطيك يعني مجموعة خيارات وانت حتجاوبني هالمرة باغنية. اغنية اي حاضر يلا أوكي. تمام، فاول شيء محمد الشماخي، الاغنية اللي تعبر عنك وعن ذاتك وعن كل تفاصيلك، يعني هذه الأغنية تعبر عن محمد الشماخي. حاجة من أعمالي يعني. حتى مش من أعمالك، ليك حرية الاختيار. مرة كنت تكون سامع أغنية لفنان حتى كان عربي أو غيره، ولكن تحس إن عنوان هذه الأغنية أو الأغنية هي اللي تمثل اللي حنتكلم عليه. ما كنت بنقول لك تو حاجة من أعمالي، ما تقولش مغرور ولا حاجة. لا 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 لا، ليك حرية الاختيار. كبيرة عليه. أيوة. الله. هذه ثقة ولا غرور ولا؟ لا ماش غرور. ثقة. ثقة. حلو إن الإنسان يكون يعني تعبر وفي نفس الوقت يعني مش خزي هو غرور يعني، لكن هيك فيها حاجات يعني تمس فيها، فهمتك إيه؟ محمد، مرات في ناس يقول لك يعني اللي يحب نفسه هو عيب، يعني غلط إن الإنسان يحب نفسه، ولا الصح إنه يعرف كيف يحب نفسه. فغلط الموضوع إن الإنسان هيك يعتز بنفسه يحب لا نفسه. لا كيف هذا؟ ضروري أصلا كل إنسان ضروري يحب نفسه ويحب يحب العمل اللي يعطي فيه. مش يعني يقدمه للناس بصورة صحيحة يعني. أني ما يحبش نفسه ما يقدرش يحب الناس. ما يقدرش أصلا يوصل أي حاجة للجمهور ولا، فهمت؟ تمام حلو. دول يحب العمل بتاعه. مش عمل يحبه. محمد نفسه والعمل بتاعه. بالضبط. محمد الشماخي والعائلة. يعني محمد الشماخي والعائلة، شنو الأغنية اللي تحسها توصفكم؟ أول شيء شو بنقول لك يعني قبل ما نبدأ معك. نقول الوالدة طبعا الحمد لله على سلامتها، هي طبعا اليوم قضية أول أمس يعني كيف طلعت من العناية، الحمد لله على سلامتها. إن شاء الله ربي يعني توصل بالسلامة إن شاء الله للحوش، و إن شاء الله يا ربي يحفظ لكم الوالدة ويخليها لكم تاج يا رب. سلمك يا غالي. تسلم. طيب أغنية هيك بنخليك يعني لو حاب توصف يعني محمد شماخي والعائلة أو محمد شماخي والأم، أنت شن تحب؟ هي سر وجودي. هي سر وجودي، هي دعم لي، هي سر وجودي. شو تهديها أغنية؟ طيب أمي نبع الحنان. أمي نبع الحنان. حلو. محمد الشماخي والفن، الأغنية اللي تمثل الميكس هذا يعني أنت والفن، أغنية تمثلكم أي والفن أي مش موتين الحق يعني. طيب ترى سيدي وضح لي أكثر ترى. طيب أنا غير لك السؤال، محمد الشماخي والحب يا سيدي، أغنية والحب، اسم أغنية بالضبط والحب. إيه يعني ممكن في أغنية مشكلة توا فيها البغاني يوم شو بالضبط هي فيها البغاني يعني توصف الحب وتتكلم في الموضوع هذا. غير السؤال واحد تاني اللي بدنا نفكر لك فيها وتنوطي لك. على عيني على عيني. محمد الشماخي والأصدقاء. والأصدقاء. إيه أغنية. إيه الأصدقاء على الموت نمشي معك يا ولد أمي. الله الله. مين معاون صديق محمد الشماخي المقرب؟ المقرب لي عندي اخويا كيد الرابطي، فؤاد الدالي. ايه المقربين كان بنسمي يعني نبي هلبة، لكن المقربين اكثر لي يعني الرابطي وفؤاد الدالي يعني. طيب صارت يعني هيك بيناتكم مواقف فعلا اثبتت يعني قوة العلاقة اللي بيناتكم؟ مواقف. ايه مواقف صارت مواقف يعني، ولا لحد الان يعني كل الامور عسل بس انتم اصحاب وخلاص؟ ولا صارت مواقف يعني مو في الحياة تصير مواقف مواقف شديدة يعني تبين الناس حتى هو خليه شوية ثاني. أنت تحب التأجيل يا محمد. مواقف حلوة هلبة صارت معي. أقرب موقف. إيه أقرب موقف. إيه لا الله فؤاد الدالي طبعا هذا صاحبي هلبة، أكيد عندي معه هلبة مواقف نفكرنا موقف مليح. يلا طيب شوية تانية نزيد. يلا يا جماعة نزيد شوية. طيب محمد الشماخي والحظ، كيفك أنت والحظ؟ حظي الحمد لله يعني ماشي بنيتي وديما، والحمد لله ديما الحظ ديما حلو معي. إيه شو شو الأغنية اللي تمثلك أنت والحظ؟ أنا والحظ. إيه الحظ الحظ الحظ. بما أنك أنت قلت الحظ كويس ومش حنقول لف بينا يا دنيا. حاجة من أعمالي نقول لك. أنا قلت لك زي ما تحب. أيه. عندك حق تتغلى على حظك. نعم يعني يتغلى عليك حظك ألف مواقف ودير هذا كله يا حبي، غرورك زادك حلاوة حلا يا عيني يا عيني.
طيب انت والفلوس؟ انا والفلوس عندك حظ فيها؟ لا لا الحمد لله يعني الحمد لله تيسر. ايش الاغنيه اللي توصف بها ممكن الفلوس؟ ايه الاغنيه المصريه هي ايش تقول؟ لا الله في اغنيه مصريه عجبتني لفي بيني يا دنيا هي هذه. ايوه على الفلوس. على الفلوس هاي. تمام. وانت بالاكل يا محمد؟ ما عندي شرب. حبايب ما نتفرقش. والله كل حاجه يعني الحمد لله. طيب اغنيه تعبر بها حبك عن الاكل؟ اعتقد انك سهلت عليك. حتى الاكل فيه ضروري اغنيه كلها. احنا فقرتنا يعني شوف بما انك اليوم فنان يعني نزلنا لها كيف موديفيكيشن عليك انت يعني ان حاولنا نغيره فيها ونخلوا الاجابات باغاني الاكل. ايه مش انت تحب الاكل؟ لا لا انت مش تعبر. ما اعرفش قصدي ايش بقول لك يعني اكل ايش يعني ما فيش مشاعر هيك خلاص عادي مع الاكل جاي اكل ناكل فكر لي يا سيدي. على فكره اجلنا اربع اسئله يا جماعه ما شوي كل شوي يعطيني سؤال انت مش كله مع بعض. تمام يلا يلا خلوا من الاغاني شوي. تمام بنزلك على السوشيال ميديا محمد يعني شو جوك انت والفيسبوك والانستغرام والسناب شات والامور بتاع التواصل الاجتماعي هذه؟ عندي طبعا على الفيسبوك وعندي على الانستغرام وعلى اليوتيوب. وعلى اليوتيوب تمام. باقي المواقع ما تدورش فيها؟ لا يعني جو ما عنديش طبعا اي حساب خاص سوى الفيس والانستا واليوتيوب بس. هذا حساباتك الخاصة. تعاملك مع الفانز وتعاملك مع الجمهور يعني معطيهم شوية من وقتك ولا تحس ان الموضوع يعني في صعوبة في التواصل ولا؟ لا لا ديما نتواصل ونحب نتواصل ديما مع الجمهور يعني مش مقصر يعني الحمد. تحس ان اليوم فعلا محمد السوشيال ميديا بدت يعني منصة مهمة لكل فنان لكل يعني اي ناشط اجتماعي تحس انها مهمة ليه السوشيال ميديا لازم يكون موجود فيها ولا لا ضروري. يقدر يكون موجود باعماله بس يعني؟ لا لا اكيد ضروري لانه هو 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 التواصل اللي بينك وبين الناس يعني فهمتي بين الجمهور وبين سواء اي قد اي عمل تقدم فيه يعني تكون فنان تكون لاعب كوره تكون دكتور تكون يعني اي شيء يعني انت هذا التواصل اللي بينك وبين الناس تقرب يعني اي واحد مثلا يبي مثلا يتعرف على الفنان ولا يبي كيف يوصل الفنان هذا وكذا عن طريق السوشيال ميديا فتقرب الجمهور اكثر للفنان والفنان للجمهور. طيب محمد انت والسينما يعني الفن السابع هذا يعني عندك مود للافلام ولا ما تتبعش؟ لا نتبع اكيد. يلا اعطيني اخر فيلم تفرجت عليه. اخر فيلم والله اخر فيلم اخر فيلم توم كروز. توم كروز ايش كان الفيلم؟ الفيلم كان انت شو تحب في العاده يعني الافلام الاكشن الرعب افلام الدراما والرعب والرومانسي يعني ثلاثه حاجات كوكتيل يعني كوكتيل خاصه بيكون فيها بيكون متحد ثلاثه حلو يعني يعجب فيها بس هو يلا في افلام تكون دامجه ثلاثه بس يلا تمام في اللي يحب الرعب بس يعني مش من الشخصيات هذه انت او الرومانسيه شويه بالنسبه للرعب خاصة ما تكونش الساعة 4 في الليل عادي طيب يا سيدي انت تتفرج على الافلام اللي فيها رومانسية ومن بكري نقول لك انت والحب انت والاكل انت مش لاقي لها اغاني مش لاقي لها رومانسية طيب يعني انت تحب الاكل فمش مش قادر مش لاقي اغنية رومانسية يعني توصف بها علاقتك انت والاكل رومانسية شو بنعطيك يلا انت تحب الاكل ولا ما تحبش؟ شوف في اللي يبدو يكون يعني رجعت للسؤال اللي خلاها بعدين ما انت بعدين خلاص بنروح شوف يا ثاني بس في الحلقه احنا تو عاد لا ما بس عليك يعني باش نبيك تطلع لي انا عارف عندك اغاني بس مرات مش عارف ما يتبعش والله لا رايحه والله شوي شوي نجيبها واحده واحده نجيبها طيب بما اني رجعت للاكل يعني خليني اسالك تحب الاكل الشعبي ولا الفاست فود اكثر ولا شعبي شعبي تصدق ان اغلب الضيوف اللي مروا معنا في البرنامج كلهم يحبوا الاكل الشعبي فما عرفتش شنو السر يحبوا يعني انت ممكن في المره الاولى تتوقع ان الاكل هذا الدخيل علينا والاكل الفاست فود يعني عنده شعبيه وتشوف الزحمه اللي صايره على المطاعم بس نكتشف ان كل ما نسال حد يعني حتى الناس برا يحبوا الاكل الشعبي اكثر شنو اكثر اكله شعبيه تحبها؟ انت شنو اكلك اكثر شكل اكثر اكله شعبيه تحبها؟ رشده كسكاس معروفه نفس اللي عندك انا كيف بنقول هذا ايوه اي شيء مسقي يعني رز رشده كسكاس مكرونه
ايه لا المكرونه اللي بنحبهاش بصراحه ثلاثه حاجات عمار بس عندك الرشده والرز فاصوليا ايه بازين ايه مش مزعل ولا اكله شعبيه محمد ما قلت لك كل حاجه يعني عادي طيب تصور سيلفي انت والاكل ولا لا ولا انت اي حاجه يعني انت والسيلفي شنو جوك انا والسيلفي ممكن سيلفي واحد درته بس على الكباب ما احبش نصور وانا ناكل حق طيب من غير الاكل بصفة عامة يعني انت يعني في علاقة قوية بينك وبين التصوير والسيلفيات ولا لا مش من الناس اللي تحب مع الاكل لا من غير الاكل بصفة عامة بصفة عامة يعني. عادي نحب ديما نصور ونحب يعني اللقطات الحلوة ضروري ناخذ لها تذكار بصورة يعني صورة حلوة تذكارية تحب توثق اللحظات هذه ترجع تشوف فيها صور ولا تصور وتحتفظ بها وخلاص يجي وقتها يوم ما كده نتذكر نفتح صورة ونتفرج على حلو على الماضي حلو. حلو طيب نرجع لموضوع الأغاني أنا أعطيتك بريك شوي على قصة الأغاني ترجم ليش نفس السؤال لا والله نفس السؤال يا محمد أنت والطموح أعطيني أغنية أنا والطموح هذه يعني في ألف أغنية تصفها فأنت شن تحب أنا والطموح قزم مش عارف حاجة على الطموح لا إله إلا الله هي مش بالضرورة تكون حاجة فيها طموح بس يعني أقول لك حاجة من الأغاني حاجة قديمة كي سمحها تعلمنا شوي موسيقى طيب يقول لي يعني أنت من الناس يعني من الشخصيات اللي يهزوا فيهم طموحهم وإصرارهم بسرعة الناس المحيطة بهم ولا لا يعني طموحك كي تحس أن عندك إصرار وصلب يعني ولا تنهز بآراء الناس وممكن يبدأ عندك أنت طموح لشيء معين فتنهز بسرعة بآراء الناس بالعراقيل اللي تتواجه فيك ولا من المعين اللي عندك إصرار و... لا الحمد لله أنا عندي طبعا صبر ونحب أي حاجة يعني نحطها في رأسي ديما يعني الحمد لله أنا نوصل يعني بالتوفيق طبعا ديما من عند الله الحمد لله وما تزنيش أي حاجة فهمتها طيب يلا محمد يعني ممكن آخر سؤال نختم به فقرتنا الناس اللي يقولوا محمد شماخي مغرور شوية وفي ناس يقولوا لا مش مغرور فأنت أنت شو رأيك؟ شن توصف روحك؟ أنت شو رأيك؟ لا ما بيش نأثر على إجابتك لا ما أسمع شوف شكون شروح الحمد لله يعني الحق يعني الأمانة بيبعدنا الغرور ايه؟ الإنسان الرائع دائما يشوفك طموح ودائما يشوفك مبدع أما الإنسان الحقود دائما يشوفك مغرور ودائما يشوفك متكبر و... هي حتى بعيد عن الموضوع هذا محمد إنه لما أنت تكون ممكن تتلاقى مع ناس أول مرة فبالطبيعي مش حيكون في يعني تواصل عميق بينك انت تتعامل معه وتشوف فهمت ان اللقطه بتاع اول مره وبتخش لمكان وناس ما ممكن ما تعرفهمش فبيحسوك مغرور لانك بس ما درستش او ما سلمتش وكذا فمن نوعيه انت الناس لما تكون تمشي على في الشارع محمد او تتسوق او اي حاجه تنتبه يعني من نوعيه اللي انت تنتبه انا نعرف فلان سلم عليه ولا بعد ما تروح يقول لك انت كيف اختمت من بحدي ما سلمتش علي لا لا عادي بالعكس انا اي انسان يختم من جنبي يا الفنانه كذا قصدي نتواضع ونسلم عليه وش حالك وكاني نعرفه وكانه عادي يعني امور تمام يعني حلو قصدي الغرور هذاك لا لا الحمد لله ربي يحفظك محمد لا لا بامانه يا جماعه اليوم ممكن اول مره نتلاقى معاه في قمه التواضع ربي يحفظك طبعا هذه كانت فقره من انا فانت زعلت شويه اسئله وجاوبت على شوية أسئلة إيه لكن حنرجعهم حنفكر لك فيهم وحنرجعهم شوف براحتك في أي وقت في البرنامج اختر على بالك أغنية من الأسئلة اللي سألتها لك على طول نسمع وجابتها على طول على طول تمام